أستاذ مصطفى، يعني زي ما أنا كنت بتكلم مع الزميل والصديق داود، في النهاية الموقف المصري شديد الوضوح على لسان فخامة رئيس الجمهورية أنه مصر لا تقبل أي سيناريو من سيناريوهات التهجير، مصر لا تقبل تصفية القضية، وأنه الحديث في هذا الموضوع مع أي طرف دولي مغلق. إذن لماذا هو التخوف؟ يعني إيه اللي قال الأستاذ مصطفى؟ أستاذ يوسف، أولا يعني إسرائيل لا أمان لها، هذا مخطط تعتبره مخطط تراثي، وإنه لابد أن الدولة الإسرائيلية واحد تعلن يهودية الدولة وقد أعلنت، ولكن يريدون تنفيذها على أرض الواقع من النهر إلى البحر. ما فيش فلسطينيين ولا في عرب ولا في مسلمين ولا في مسيحيين، دولة يهودية خالص، ده واحد. نمرة اثنين، نحن على ثقة من أنه الموقف الدولي اللي عبر عن نفسه سواء في موقف الاتحاد الاوروبي او موقف الولايات المتحده الامريكيه او حتى القمه العربيه التي ساندت مصر والاردن في موقفها من قضيه التهجير، بالتاكيد هذا الموقف لا يغني ابدا باي حال من الاحوال على صلابه الموقف المصري. مصر في موقفها ودفاعها عن القضيه الفلسطينيه انما هو دفاع عن الامن المصري. الناس لازم تعرف كده، ان دفاعنا عن القضيه الفلسطينيه هو دفاع عن مصر وامن مصر، وان وجود اسرائيل على حدودنا هيبقى خطر. اثنين، وجود اخواننا الفلسطينيين داخل الحدود المصريه في الدوله التي اقترحها ايجور ايلاند قبل ذلك ب 2004 من رفح الى العريش، ده معناه زي ما قال سياده الرئيس ان اي واحد يضرب طلقه رصاص على اسرائيل ثاني يوم اسرائيل هترد. دخلنا في معركه، فلا يمكن باي حال من الاحوال في كل بما يتعلق بالامن المصري وبما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ان نسمح بالتهجير، وحسنا ان كل اخواننا الفلسطينيين واقفين معانا، سواء السلطه الفلسطينيه سواء حماس سواء كل القوى اللي موجوده على الساحه الفلسطينيه تدعم الموقف المصري، لانه موقف ايضا حريص على القضيه الفلسطينيه وعدم تصفيه القضيه الفلسطينيه. عظيم جدا، انا بشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير استاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري.